السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام إلى هذا الدرس الجديد. طبعا اليوم نقدم درسين بدرس واحد. أولا العمر المناسب لتزاوج الطيور، والدرس الثاني أخوتي الكرام كيف نعرف عمر أي طائر، كيف نعرف أي عمر طائر من نظرة إليه، حتى لو كنت ما عندك أي خبرة بالطيور، بمجرد ما تنظر للطير راح تعرف شقد عمر هذا الطير. عبرك لا راح بلش معكم، ولكن قبل في عنا فيديو صغير راح نزلكم إياه لطائر مريض تم العلاج الحمد لله رب العالمين، و يعني العلاج تم خلال 24 ساعة. طبعا استخدم المواد قدمناها للطير والطير طاب بفضل وكرم من الله تعالى. بإذن الله بالحلقة الجاي أو بالدرس الجاي إذا الله خلانا من طيبين راح يكون هذا الدرس المناسب اللي بدي أعطيكم إياه عن هذا المرض، أسبابه، طريقة تجنب الطائر من هذا المرض. ولكن قبل ما بلش، إذا ما عملت لايك ومشاركة للفيديو، وإذا كنت متابع لهذه القناة لأول مرة وما اشتركت في القناة، هاي أكيد 100% دكتور البيطري اللي قاله للشاب انتظر حتى يموت هذا الطائر هو اللي منعك من أنك تشترك في القناة. على بركة الله راح بلش معكم أخوة الكرام. أولا أخوة الكرام، حلقتنا بتتكلم عن العمر المناسب للتزاوج وعن كيف أعرف عمر أي طائر من النظرة الأولى لهذا الطائر. في عندنا نقاط رئيسية، في عندنا شغلات أساسية أنت كمربي يجب الانتباه إليها. أولا أخوة الكرام، لمعرفة عمر أي طائر من النظرة الأولى يوجد ثلاث نقاط. أول نقطة هي العين، والنقطة الثانية هي الساقين أو الرجلين، والنقطة الثالثة أخوة الكرام هي المنقار. المنقار طبعا أخوة الكرام راح نحكي عن ثلاث نقاط هدول. أول نقطة هي العين، راح نستعين بالصور، راح نستعين بالصور وفرجيكم إياها بشكل أوضح عشان تعرف كيف تنتقد الطيور. أولا أخوة الكرام، بالنسبة للعين يجب أن تكون حدقة العين غير مكتملة، يعني غير ظاهرة، هذا بيدلنا على أنه الطير لساته فرخ. وإذا كانت ظاهرة كلما كبرت كلما كان عمر الطائر كبير. هذا الحكي للمعاكيف بشكل عام، أما للكنار، كلما كبر الطير كلما صار عمره كبير للطير منلاحظ تفريغ حول العين، الريش حول العين بلش يتفرغ. هذا الأمر بدل على أنه هذا الطير كبير في العمر. الأمر الآخر اللي بدلنا على عمر الطير هو الرجلين، كلما كانت الرجلين تحتوي على القشور، هذا الحكي لجميع أنواع الطيور، كلما كانت الساقين أو الرجلين تحتوي على القشور كلما زاد عمر الطائر. ففي عمر السنة أو عندما يبلغ عمر العام وما بعد تزداد القشور في إجر الطائر. والقشور ليست مرض، عشان تفهمها، ليست مرض، هاي قشور جلدية. الأمر الآخر مثل ما تكلمنا هي المنقار. المنقار بالنسبة للمعاكيف كلما كبر عمر الطائر كلما زاد طول المنقار، وكلما صغر حجم الطائر أو عمر الطائر كلما قصر المنقار. ونلاحظ في الفراخ، لطيور الباجي وال اللهم صل على هالم الروز والفشر والكوكتيل سواد في المنقار، هذا بدل على انه تصاط الطير فرخ. الامر المهم اللي ما نحكي عنه اهم من هذا النقاط اللي حكيت عنها هلا هي العمر المناسب لتزاوج الطيور. العمر المناسب لتزاوج الطيور اخوتي الكرام يجب ان يتشكل على الامر التالي، يعني عندنا نحن المعاكيف، الباجي يجب ان يكون تجاوز عمره 8 أشهر، 8 أشهر، والبلوغ يتم عندما نرى ان منقار الطائر اصبح لونه بني للاناث، وللذكور اصبح باللون الازرق او الوردي القاتم. هاي بالنسبه ل الباجي. وبالنسبة للكوكتيل يجب أن يتم عمر العام، عمره سنة. هذا الأمر أيضا بدلنا على أنه الذكر جاهز للتزاوج، تمام؟ عمر سنة. قبل السنة لا زوج طيور الكوكتيل ولا طيور أي نوع من أنواع المعاكيف على الباجي الروز والفشر، قبل العام لا أنصح بتزويج الطيور. بالنسبة للكنار والحسون، الكناري والحسون أخوتي الكرام، لاحظت أني عندما قمت تزويج الذكور بوقت مبكر
بوقت مبكر أن الذكور أصبحت في المواسم التي تليها تأتيني ببيض فارغ. فلا تزوج طيور الذكور الكناري قبل العام. قبل العام الطير في عمر 12 شهر أو في عمر اللهم صل على سيدنا محمد بعمر 12 شهر بعمر 8 شهر أو 10 شهر نلاحظ أن الذكور بدأت في التغريد وأصبحت هائجة. ولكن هذا ما ذكرت أخوة الكرام، هذا الأمر يدل على أن الذكر غير صالح للتزاوج. فعندي مقولة شهيرة: ليس كل ذكر يغرد جاهز للتزاوج، وليست كل أنثى مسكت الخيطان جاهزة للتزاوج. أخوة الكرام، والإناث أخوة الكرام عندما نقوم بتزويجها في عمر مبكر سوف نحصل على البيض، ولكن هناك سلبيات من هذا الموضوع. ومن أهم هذه السلبيات أخوة الكرام أنه الأنثى التي تضع 4 بيضات أو 3 بيضات لن يفوق هذا العدد، يعني سوف يقتصر عندنا الإنتاج على بيضتين أو 3 أو 4. ولكن عندما تكتمل إلى ذروة الجهوزية، عندما تكتمل إلى ذروة الجهوزية سوف تعطي أكثر مما تتوقع، ومن الممكن أن تعطيك لحد 7 بيضات. هذا الأمر أخوة الكرام كلياته متعلق بعمر الطائر. ومن أيضا أضرار تزويج الكناري في عمر مبكر أن الإناث لا تطعم فراخها، وأن الذكور ليست لديها الخبرة لإطعام الفراخ. هذا الأمر أيضا موت الفراخ، عدم حضن البيض بشكل جيد، وموت الفرخ داخل البيضة من مساوئ تزويج الطيور في عمر مبكر، وخصيصا الكناري والباجي. لا يقتصر الأمر على الكناري، أن الإناث تقوم بعملية الاستعصاء، يعني سيف الاستعصاء بالبيض، هي من علامات أنك زوجتها مبكر. كل هاي الأمور أخوة الكرام يجب عليك أنت كمربي الانتباه إليها. لا تزوج الطيور قبل، بالنسبة للباجي قبل 8 شهر، وبالنسبة للكنار قبل السنة، وبالنسبة للحسون أيضا قبل السنة لا تتم عملية التزوج حتى لا تقع في مشاكل. لهذا القدر بكون أعطينا نحن الدرسين. أول درس عن اللي اللهم صل على سيدنا محمد، عن العمر المناسب لتزوج الطيور، والحكينا أيضا بهذا الدرس عن كيف تعرف عمر الطائر من خلال العين والمنقار والسيقان أو الرجلين. بتمنى منك أخي الكريم متابع لهذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، ضغط زر اللايك، مشاركة هذا الفيديو حتى تعمل فائدة على الجميع. الدال على الخير كفاعله يا أخواتي الكرام، الدال على الخير كفاعله. بإذن الله مثل ما حكيت لكم ببداية الفيديو عن هذا المرض الخطير، وخصيصا بهاي السنة عم بصيب الطيور، وصار أكثر من حالي، صار تقريبا شي 4 حالات صار وصلتني، والأربع حالات تم الشفاء بفضل من الله تعالى. وهلا فرجيت لكم الفيديو، أول الفيديو فرجيت لكم هذا الفيديو، وبالدرس القادم راح أحكي لكم عن طريقة العلاج وشو استخدمنا العلاج هذا الطير. بارك الله فيكم وشكرا لكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر.